السلام عليكم شباب، كيفكم؟ رجعت لكم في موضوع جديد، وشكرا كثير على التعليقات. ما بدي انا هيك ما بعرف العب. طبعا يا شباب كثير انبسطت لما قريت هدول التعليقات. هذا احمد ساوي مترا، احمد ساوي جبل مشتركين، احمد روح رحله كافيه، احمد احمد احمد، واللايكات مستمرين. كتير كتير انبسطت يا شباب، كتير انبسطت كتير. طبعا يا شباب رجعت لكم طبعا ما سوينا. هلا يا شباب عندك انا مش عملت لك والله ما هيك هيك وهيك وهيك، يلا هيك وهيك وهيك. كيف؟ ايوه هيك. كيف يا شباب؟ ايوه هون. لا بس انام. ايوه طب معك خشب قدي؟ معك خشب؟ اسف يا شباب، جنبي في اخوي. اهلين شباب، لا تنسوا الرابط تحت، يعني هذا اسم قناة اخوي مصطفى جزهرة مثلي، بس الاسم غير. طبعا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. طبعا يا شباب حبابين حطوا لايك اشتراك بالقناة، لانه كتير بسطتوني لما سمعتك اخبار. اليوم بدي اعمل كل شيء، بس يا شباب انا اسف ما اقدر اعمل جبل المشترك، بدي اعمله يعني بعدين، بس مو بهاي الحلقة لانه صعب علي لسه. اسف يا شباب طولت عليكم بتنزيل الفيديو، كان عندي شغلات كمان. نزلت عن ثلاث مجال، فتحت السوبر ماجيكال بس طلعت بالغلط بتاع التصوير بالغلط، وطلع لي البرنسس رقيتها العشرة يا شباب. ايه هلا بل ما ننطر سيري ارو بلا 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 دلو اسوي بيت قدامكم. طبعا يا شباب بلبس قدام هيك مثلا اسوي الصوار وهيك. شباب بدكم يصور معي حاليا الملا تبونا رح يطلع لكم تصوير، يعني بتحبوا يصور معي لما ما يصور معي انتوا ايش بتحبوا نحن رح نعملكم ان شاء الله. بسم الله. احمد بيقضي في اندرمان يا ساتر. هو اندرمان شيء موته بس قلوبي. ترى استعمل نسد عليه من نفق، اضربه هيك ضربي 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 ضربي، والله ما بضربه. ماشي بالمي احسن شيء. ايوه اوكي دخلت بالحيطة. اسف يا شباب بيت بسيط. يا معلش. لا مو طبعا يا شباب لا تخافوا، مو بس بين بيت وهيك راح هذا اروح. هلا انت النفق البيت، انزل نفق من جبنا ونكشف وان شاء الله منلاقي دايموند. طبعا يا شباب مثل ما قلت لكم هيكون الرابط تحت عن الالعاب اللي قلت لكم عليها، لا تنسوا العاب ببجي موبايل وفورتنايت وكلاش رويال ماكرا، بس يكونوا الالعاب ببجي وفورتنايت ما له ماكرا. لسه ما نزلتوا مهكرات يا احمد يا ابوي. والله ما بدي والله عم بسوي ارضي والله. طيب اشرح. اهلا بك ايها الخروف، تعال. السلام عليكم. بدي اخشي
عندي درو ايرون حاليا. ده 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 مع انه هو بلش الارض قبلي سبقته. شايفين شباب؟ يعني اسف، هذا هو الوحيد. يلا يلا احمد. نعم ارجوك تكون معي. شايفين يعمل لي بوشي وحركات؟ مصطفى طيب يلا. طبعا يا شباب حبابين نذكر المقطع عشان مشاهدات وعشان لايكات. فهي هاي الفترة كتير كتير قلتوا لي صور على ماينكرافت احمد، ماينكرافت 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 ماينكرافت. انا قلت ليش لا. هذا يا شباب كتير دعمتونا. انا لما شفت على العدد اوفر كتير استغربت وفرحتني من كل قلبي يا شباب. مصطفى لا يعني يا شباب طبعا يلا 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 يا مصطفى. شايفين شباب؟ لأني اتقفلنا عضني من ايدي، عضيته من ايده، لقيته بالجسم بالجسم. طبعا يا شباب يلا العب شباب. لا ازعل لو ايد قرية. واو واو شباب يا شباب صار في سوء تفاهم مع هذا مع الزومبي وهيك ومع الاسكيلتون. راحوا قلوبي مثل ما يكون شايفين يا شباب. ايش رايكم هلا ابني جبل مشتركين هلا هيك حجر يعني واحط فيه اسماء؟ ايش رايكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات مين بدو احط اسمه. اهلا وسهلا. ها سعيد شو كتبتوا لي؟ ندخل معك بالسيرفر. طبعا انا يا شباب ما عندي سيرفر، ما بعرف شنو اسوي انه ينضموا معي الخلق او هيك، لذلك اعذروني. بسال اخوي مصطفى اكتبوا لي بالتعليقات كيف مثلا افتح سيرفر وش قد ما بدي اضيف يعني هذا يدخلوا معي الجماعه. انتوا تدخلوا ماشي؟ اكتبوا لي بالتعليقات، عم بستنى تعليقاتكم. طبعا واخيرا يا شباب طبعا يا شباب هذا قتلت ما انا سويته، قتلت الاسكيلتون. الاسكيلتون عطاني هذا البو بالاول. هو صعيب مو بدارو رحله كافيه. لا 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 صعيب بس اندور اجيب الاكل. واو احمد لوين تشوف تقريبا اكتر منك. اكل اكتر منك صار معي. مالك صدقني بالاكل هلا بس طبقته. عندك دروع كتير شغلات سبقتك بكتير. ويا شباب شيل الفحمة عم تنشوى تاني وحدة. واو تالت وحدة يلا ولا تالت وحدة يلا. تحمل تحمل يا فرن اتحمل يلا. بس هاي بس هاي ما بقى يتحمل هلا بترجع على الأرض. ما بقى يتحمل. بجيب هدول واصنع تورش. استوى
وتلاتين تورتة على السريع السريع. مبدأ اخلي الفيديو يطول مشان ما تملوا. يلا يا شباب هذا بيت عادي، هذا والله العب ويكام مشان اجيب مشاهدات وهيك، وبس افتح السيرفر رح نلعب كلياتنا يا شباب، كلياتنا رح نلعب. وين وقعت يا ورق؟ على فكرة ما رح هذا كتير اصور عن مثلا عن ثلاث صور يا شباب، صار عندي كتير صناديق وهيك وفتحت وهيك بفتح خلف الكواليس، بس اذا صندوق خالي بفتحه هون، اذا صندوق هيك رخيص بفتحه ورا الكواليس. طبعا نفق نفق ادور على نفق حاليا. يلا يلا اكتبوا لي بالتعليقات مثلا اذا كانت الجودة سيئة او لا. طبعا يا شباب هلا فتحت دورت، ما كتير دورت بس رحت وجيت. نعم ما لقيت يا شباب. نعم ماما ما لقيت شي. اسف يا شباب هذا اخوي عم بروح لعند امي. يا شباب كيف هيك ما لقيت شي؟ يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات، حبابين اكتبوا لي مثلا، حبابين حطوا لي الرابط وصف اسفل الوصف، او للي بيعرف كيف ننزل فورتنايت او بابجي، لانه انا طبعا هلا هذا الفيد هيك اصور من الايباد الكبير توب سامسونج، هذا اصور منه زلك الجودة حلوة. اكتبوا لي بالتعليقات كيف تنزله ماشي، لو كان الشرح كتير معلش انا بس بس صار معنا سنتين بس. شوفوا بدها تطلع نور بالزادة الحظ تنتين. اسف يا شباب على الجودة، اسف اسف. بالانفنتوري طبعا يا شباب اليوم ما رونا فوق بعد هاي الحلقة دقيقة. عندي بس هذا، عندي ثلاثة واو يا شباب رح اكبلهم كلياتهم. ايوه هدول سويت من اللي حولهم من بدو طلعت كلياتهم بقتلو. طبعا يا شباب السلام عليكم مقدمة. ايوه يا شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعموني احلى لايك واشتراك بالقناة. لا تنسوا هذا ايش كان اخي يا شباب حطوا لي لايكات واشتروا هذا كل شيء عند رفقاتكم مثلا عند صاحبيكم. يلا ماشي.